سعودي ريبورترز يستعدون لإطلاق أغنيتهم الجديدة بعنوان محتارة، حيث كشفوا مؤخرا أنها حتكون بالتعاون مع المغنية السعودية شيمي، حيث معروف عنها أن صوتها كتير رقيق وعذب، وكشفوا عن مقطع قصير من كواليس تسجيل الأغنية. رضا الوهابي صار متواجد حاليا بالسعودية ووثق لقاءه بفريد بستوريهات انستغرام. احتفل فراس ابو شعر مبارحة بعيد ميلاده بصحراء دبي مع عدة يوتيوبرز واصدقاء اخرين، والغريب انهم احتفلوا بالبيجاما وهي كانت فكرة فراس للاحتفال، والاجواء كانت جد جميلة. سنة حلوة سنة حلوة يا من كتل المسجات صراحة كتير كتار اللي عايدوني، عم حاول رد عليكم كلكم بس كتير كتار، فشكرا كتير على المعايدات كلياتها. ان شاء الله هيك سنة جديدة معكم انتو عائلتي التانية اكيد، وشكرا. اما ابو فلة فشارك هالصورة مع انس مروى يوم لقائهم بدبي وعلق على الصورة بي: واخيرا شفت اخوي الكبير انس، يشهد ربي من اروع الناس تعاملا واخلاقا وتواضعا، كل الحب والتوفيق يا اخوي، تشرفت والله اني اخذ معك صورة للذكرى. ورد عليه انس بتعليق وكتب: ابو فلة والله لي الشرف، فخور فيك حبيبي حسن ومن قلبي، اتمنى لك كل خير لانك على نياتك، واللي جاي اجمل واعلى ان شاء الله. فشو رايكم بهالديو الخطير؟ بنين ونور ستارز وبيكي متواجدين حاليا بالسويد، حيث عم بيشاركوا لحظات مغامرتهم من خلال الصور والستوريهات على انستغرام. غيث مروان واسامه مروى وبهرهوم معراوي عم يستعدوا للسفر لوجهة جديدة، ولكن ما صرحوا عن مكان سفرتهم، فشاركوا ستوريهات من المطار، فلوين بتتوقعوا رح يسافروا مع بعض؟ شباب في شي غلط، مش مكتوب نداء الأخير. أنا راجع. أما نارين بيوتي وليلى مراد وأحمد النشيط وهادي المرعي، محمد الحطاب وأسوان، كانت طيارتهم متجهة للسعودية اليوم، فشفناهم كلياتهم بطائرة واحدة مع بعض. فنارين وليلى مراد كانت مقاعدهم قريبة جدا، فوضحوا مع بعض سبب عدم تصويرهم مع بعض رغم أنهم ساكنين بنفس البناية. واللي استغرب منه الجمهور تواجد أحمد النشيط ونارين مع بعض بنفس الطيارة، فما شفناهم مع بعض من قبل فترة كتير طويلة، رغم أنه علاقتهم كانت مقربة من قبل، ورجح البعض أنهم كانوا على خلاف خلال هذيك الفترة. فشو رأيكم أنتو؟ شاركونا رأيكم بخانة التعليقات. لا 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 لا